الحديث الذي يثبت أن النبي صام التاسع والعاشر والحادي عشر أو الذي حث فيه على صيام التاسع والعاشر والحادي عشر لا يصح. الله يكرمك. من لم يصم التاسع يصوم الحادي عشر مع العاشر؟ لا، ليس هناك مستند. ما أدري من أين قاسوا هذه الأقيسة، يعني قاسوها على الجمعة مثلا يصومن أحدكم الجمعة إلا يوم قبل؟ لا، عشان مخالفة، من أجل المخالفة أحسن من عشان، لأن يعني كلمة عشان أيضا ابحثوها قبل أن نتكلم في شأنها، عشان الحقها بالبتاع ولا ابحث عشان لعلنا. نعم، يقصد للمخالفة، يعني تقصد للمخالفة. عاش الرسول حياته عليه الصلاة والسلام قاصرا على العاشر. نعم. لا يعد قول النبي صلى الله عليه وسلم لأصومن التاسع، إقرارا. لماذا؟ هو قال ذلك، لأن عشت إلى قبل لأصومن التاسع، لكن مات. وفي هذا الصدد أيضا حديث